حياتي دورت ولقيت لك كم مكان بجنينه باسطنبول. لقيت احسن فندق ممكن انك تتخيله وحجزت مكانين الا باخر هذا الشهر. هيك بهالسرعه؟ ايه لازم نحجز بسرعه. كل العالم بيروحوا بيحجزوا عنده، يعني ما منلاقي محلات اذا تاخرنا. لك شغله بيني وبينك، انا كثير ضايق خلقي وخلص، صار لازم ننتقل من هالحاره لانه ما بقى اتحمل. خلينا نعيش كم يوم مع العالم الاكابر لانه هي الناس اللي بتفهم علينا. يا الله شوفي حياتي غير حياتي. انا في شغله نسيتها. شو هي؟ انت ما بتتذكري حبيبتي امل انه رفيقي كان مخلي مفاتيح مزرعته معي؟ بالصدفه غسان قال لي انه حابب كتير يروح عليها، فوعدته انه نروح باخر هالاسبوع. كيف هيك يوسف؟ كيف بتعمل معي هالعمله؟ يعني انت متخيل كيف رح يكون منظري هنيك؟ انا البنت الاكابر مع الغنم والبقر؟ لا لا تزعل مني حبيبي، بس انا ما بروح هيك روحات. بصراحه الحق معك حبيبتي، بس انا ما فيني اعتذر منه لاني وعدته. طيب يوسف ماشي، برايي روحوا انتوا الاثنين سوا، انا ما بروح. معقول تخطط للعطله بدون ما تخبروني؟ طيب حياتي، ليكي اذا هيك خلص لا تروحي معنا وانبسطي هون قد ما بدك، بس في شغله بدي اياها منك. لا تخبري سوزان انك ما رح تروحي، مفهوم؟ بالله جد؟ وليش لما اقول؟ لانه انت اذا قلتي انك مالك رايحه هي كمان ما رح تروح، وغسان حابب كتير انه سوزان تروح، بقى لا تحكي. طيب مثل ما بدك، سوزان ما رح تعرف، بس بشرط واحد، الاسبوع يلي بعده انا بقرر شو منساوي. ايه اكيد حياتي، وعد. هيك تمام، ما رح احكي. تصطفل سوزان حره، خليها تروح تجرب. كثير تضايقت، خربت الشغله كلها. مبسوط؟ تصطفلو. خمسطعش الشهر رح اجي وبشوفكن وقتها. يوسف. حبيبتي امل لا تخلينا ننسى المايونيز، ماشي؟ يوسف لشو المايونيز؟ ما بتعرف اني ما باكل هالشغلات ابدا لانه بتسمني ومانا مفيد ابنك. اذا هيك خلص منجيب شي للدايت مشانك. يوسف لك شو اخبارك؟ شو كانه ما تذكرتني؟ شو الصدفه الحلوه؟ قل لي انت شو عم تعمل هون؟ طمني عنك يا زلمه، وين صفيان؟ حياتي انت امشي على مهلك وانا هلا بلحقك، ماشي؟ متغير كثير والله، لك شو عامل بحالك؟ امل لو سمحتي. ماشي حبيبي، ماشي، لا تطول علي. اسمع ادريس، نحن صح من زمان كنا رفقات، بس الماضي بيبقى بالماضي، مفهوم كلامي؟ وهلا انا صار عندي حياتي جديده، وكل رفقاتي القدامى ما إلن فيها مكان بنوب، وحتى اذا شفتني بالصدفه لا تجي وتحكي لي عن ايام زمان ابدا، عم تفهم؟ مثل ما بدك، ما عاد ضايقك بنوب. منيح، هلا صار فيك تمشي. امرك. عفوا اذا بتريد استنى فضلي. لحظه، كانه ما تذكرتني، انا امبارح تقابلت معك هون بالصدفه، بس كان معي جوزي كمان يوسف. هو لما شافك حسيته بيعرفك، بس عملك كانك غريب وعلى اساس ما بيعرفك، بس انا ما صدقت. انا جوزي طبعه غريب كتير، ولهيك حابه اسالك سؤال، انت كيف تعرفت عليه وقدر صاركم رفقه مع بعض؟ والله ما في شيء مهم احكي لك عنه، انا بعرفه من المدرسه الاعداديه لانه كنا سوا، هذا الموضوع. ولأنه كنيتنا نفس الشيء كانوا يفكرونا نحن الاثنين اخوات، يوسف جيهان وادريس جيهان. انا لازم روح، تاخرت. لازم. طبعا طبعا، شكرا كثير. يوسف جيهان. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.